خد تعالى بس اقول لك حاجه في سرك. كان في مسلسل انتاج عربي اسمه ملك النار، ده كان مسلسل تاريخي كله كدب وما فيهوش حاجه تاريخيه وكله بلح. ما بالك بقى قصه كابتن حسام حسن وهم هو قاعد يحكي مع كابتن احمد شوبير وقاعدين يفضفضوا على قصتهم ان هم كان نفسه يكمل في الاهلي. انت بتصدق اي انت في اي حد بيقول لك اي حاجه بتصدقها؟ يا بس كانوا بيسيفوا تاريخ دول وتاريخ حاجات وتاريخ دول. انت هتصدق كابتن حسام حسن وهتصدق كابتن حسين السيد اللي طالع يقول لك احنا كنا بنظلم؟ يا عم كلهم بيشتغلوك وانت عارف ان هم بيشتغلوك، يبقى ليه بقى كبر دماغك؟ بص ما تصدقش اي تاريخ يتحكي لك في البلد دي بالظبط، وما تصدقش اي تاريخ يتحكي، كلهم هيكونوا بيفتوا وكلهم عايزين يخدموا وجهة نظرهم، فما تصدقش اي حاجه، عيشوا على ان هم الله قصه مسليه. هات ازازه الميه وقرطاسين اللب، اتفرجت على الحلقه خلاص يا معلم، كل اللي كانوا بيقولوا لك ده ترفيه وانترتينمنت، ما تصدقش منه اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى يا اسطى، انا عارف ان انا اللي بطلب منك انك تعمل لايك ولا سبسكرايب، وانت غالبا ما بتعملش لايك ولا سبسكرايب وبتسيبني محتار مش عارف الفيديو عجبك ولا ما عجبكش، بس براحتك يابا، مش هنام مش هنغصب عليك اي حاجه، انت مغصوب على حاجات كتير، فهنغصب عليك كمان انك تعمل لايك لواحد انت مش طايقه. فبص يا معلم، صفقات نادي الزمالك اللي نادي الزمالك بيقرر ان هو يدخلها، الناس اجتمعوا، الاداره بتاع نادي الزمالك اجتمعت مع ميسيو باتس كالترون وهم مشكورين، ما فرضوش عليه اسمائهم، ما فرضوش عليه اي حاجه، وقالوا له يا ميسيو انت عايز ايه؟ بس بص، في قاعده ثابته عندنا، احنا عندنا في نادي الزمالك في باكج كده، في عمر جابر وفي احمد ايمن منصور، دول موجودين في اي مفاوضات، احنا عايزين نجيب اي حاجه، عمر جابر باك يمين شغال، عندنا مشكله في الدفاع او باك شمال، احمد ايمن منصور شغال وزي الفل، وهتخش مفاوضات معاهم هيقولوا لك ان مرتباتهم عاليه بيراميدز ولازم نقنعهم ان هم ينزلوا من المرتبات، وعمر جاب مش هيرضى ينزل المرتب، والصفقه هتبوظ، وحاجات مستقبليه الله اعلم بيها، احنا بنتكلم على حاجات حصلت معاهم في المرات اللي تم التفاوض فيها معاهم سابقا من قبل المستشار مختار منصور، وحصل نفس الحوار، انما ميركاتو ده الله اعلم، خصوصا ان بيراميدز الدنيا بتتغير كتير وفي حاجات تحت الترابيزه بتحصل وحاجات فوق الترابيزه بتحصل، فالله اعلم مصير عمر جابر ومصير احمد ايمن منصور. فعمر جابر واحمد ايمن منصور كان العدد من المتواجدين معانا في اي ميركاتو، الحاجه اللي ما كانتش موجوده معانا في اي ميركاتو هو وليد الكارتي. بص، طرح ثلاث اسماء لعيبه اجانب، وليد الكارتي وكمان اري بابل بتاع اول اغسطس، وكمان كان معروض اشرف بن عيده، ده لاعب بيلعب في شباب قسطنطينيه الجزائري، كان معروض برضه. وليد الكارتي بيلعب لعيب خط نص مهاجم وعنده ادوار هجوميه، وده بيقال ان نادي الاتحاد السعودي دخل في الصفقه ومحدش عارف الدنيا بالنسبه له رايحه فين. كان في كلام كبير جدا عن الزمالك بيفاوضه، والزمالك كمان كان بيفاوض اشرف بعيد علشان خاطر يدعمه الشق الدفاعي وندعم بلعيب دفاعي، واري بابل بصراحه ما فيش اخبار انتشرت على ان الزمالك عايز يتعاقد معاه، خصوصا ان راجل جناح، والزمالك عندهم بن شرقي وعندهم كمان وناشمو وعندهم احمد سيد زيزو وعندهم اجنحه كتير، فقال لك نحط اري بابل على جنب ونكمل مع الناس دي. بعد كده الزمالك لقى ان في مشكله كبيره جدا اتحاد الكره طلعها له، الا وهي ان احنا قلنا لكم يا جماعه ان موضوع اللعيب الشمال افريقي اللي بيتعامل معامله المصري ده الموسم واحد، موسم واحد، انما انتوا رايحين تتعاقدوا مع لعيبه على الموسم الجديد، واحنا قلنا لكم ان الموضوع موسم واحد وان احنا هنكمل بس باربع لعيبه زي ما كنا عاملين السنه اللي فاتت، لان فكره ان احنا نكمل بلعيب شمال افريقيا ونعتبره مصري ويبقى المحترفين خمسه، الموضوع زاد عندنا، واللعيبه المصريه اساسا في مشكله في المنتخب المصري ومش عارفين نعمل منتخب عليه القيمه، فموضوع ان احنا نزود الاجانب ده بموضوع ضايع. الزمالك قال لهم لا لا احنا جربنا نهرج بقى، طب ده انا بفاوض لعيبه بخلص معاهم. فالزمالك في ظل كل ده راح لابس مقلب حمدي النجاز. حمدي نجاز في من ساعه كده اخبار انتشرت عن طريق وكيله ان هم كسبوا القضيه ضد نادي الزمالك، وان نادي الزمالك هيتم تغريمه من قبل الفيفا بمليون و250 الف دولار لحمدي نجاز، ونادي الزمالك بينفي ان في اي خطابات وصلت له، واتحاد الكره بينفي، والناس بيطلعوا الخطاب يقولوا يا جماعه الخطاب اهو الفيفا بعته للزمالك، ورجع يعمل مرتضى الايميل، وامين مرتضى يقول لك مفيش اي حاجه وصلت دول العالم بيكذبوا. فبص مفيش اي حد فاهم اي حاجه، فنادي الزمالك انت عارف اللي فيها، ممكن تقعد تحط بروجرام كبير وان انا هفاوض لعيبه وتلاقي في حاجه صغيره كده بوظت لك الدنيا. عارف ان هم هيطلعوا ينفوا موضوع حمدي النجاز وهيفضلوا ينفوه فتره طويله لحد بعد كده يقول لك ده الموضوع بجد واحنا لازم نسدد بقى. فمش عارف الدنيا تبقى ماشيه لنادي الزمالك فين. وفي كمان كلام على ان هم عايزين يجيبوا كريم العراقي في حاله ان هم فشلوا في التعاقد مع عمر جابر، علشان خاطر كريم العراقي برده بيلعب ناحيه اليمين، ويلا نكمل بقى بكريم العراقي. وكمان في كلام على ان هم عايزين يجيبوا حسام حسن لعيب نادي سموحه. ففي الزمالك دلوقتي حسام حسن كمهاجم صانع العاب، وليد الكارتي ناحيه اليمين موجود عمر جابر، وكمان موجود كريم العراقي، ناحيه الشمال موجود احمد ايمن منصور،
وكمان دفاعيا موجود الراجل الجزائري اشرف بن عيدة. فبص الزمالك عام باكج، الزمالك ما بيجيب صفقه او صفقتين بس، الزمالك مش زي بقيه الانديه اللي في الكوكب اللي هي تبص احنا عايزين ايه، عايزين باك يمين وعايزين صانع العاب، لا ما انا لازم اجيب ديفندر ولازم اجيب باك شمال ولازم، بص هو في الزمالك كده لازم بدل ما تخلص الموسم على صفقه او اتنين يعملوا اضافه للفرقه، لا انت تعمل خمس او ست او سبع صفقات ومش مهم مين اللي ينجح ومين اللي يفشل. ما هو في الزمالك ما بيركزوش على الحاجات دي، التركيز في الصفقات الناجحه ده عيب او حرام في شرع المرشد المختار منصور. بص هو زي ما قلت لك ما صدقش اي حاجه بتتقال لك الفتره دي على التاريخ، فسيبك من حوار التاريخ ده وركز في الصفقات المستقبليه. الصفقات المستقبليه زي ما قلت لك موضوع حمدي نجاز وموضوع الاربعه الاجانب هيعطل صفقات الزمالك الاجنبيه، وزي ما قلت لك برضو ان اتحاد جد السعودي دخل في صفقه وليد الكارتي، واتحاد جد السعودي معروف ان الكاشات حاضره والفلوس حاضره والوداد المغربي حل عليكم خدوه. اما كمان اشرف بن عيدة فالراجل طلع قال ان انا عايز العب في نادي بلعب في دوري ابطال افريقيا. طب ما هو الزمالك بيلعب في دوري، بس الكلام انتشر وكلام كتير قوي، بس انا زي ما قلت لك دلوقتي في الزمالك الرؤيه الرباطيه دي الاسماء اللي اتحددت لحد دلوقتي، اما الاسماء اللي هتتحدد مستقبلا الله اعلم بيها، لان احنا زي ما قلنا احنا في صفوه الهبد، احنا في شهر 4 والميركاتو في شهر 6، فهتسمع اسماء كتير جدا. طب انت بتهبد ليه؟ ما هو مفيش حاجه على الساحه تهبد فيها غير كده. بص صفقات الزمالك ومشاكل الزمالك، اما قناه الزمالك فالله يكون في عونك اللي بتتابعها. بص انا عارف ان الفيديو مش هيعجبك فبراحتك بقى، لو عملت لايك او عملت سبسكرايب ولا هتكون حاجه من ذوقك والله، انما مش هقول لك لازم تعمل ومش لازم تعمل، وانا اقول لك كمان اعمل شير اللي هو يابا انه ضايق ميكين اهلك عشان اعمل لك لايك. شكرا انك كملت الفيديو الاخر ده لو وصلت للاخر.